مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا اختبار الجنسية الامريكية. اليوم ان شاء الله حتكون الحلقة الاخيرة اللي حتكلم فيها بالتفصيل عما يحدث منذ بدء التقديم لاختبار الجنسية الامريكية الى الحصول على الجنسية الامريكية. حنختصرها بهذه الحلقة، فكونوا معنا واسمعوا التفاصيل لانه في امور مهمة جدا لازم تنتبهوا لها خلال هذه العملية. طبعا أول شغلة بدك تملأ استمارة بسموها 400 للتقديم على الجنسية الأمريكية. يعني الجنسية الأمريكية ما بتاخدها أوتوماتيك، لازم أنت تطلبها من الحكومة بعد ما تحصل أو بعد ما تقوم بالشروط اللي واجب أنك تكون واضحة عندك، مثل العمر ومدة الإقامة في الولايات المتحدة، عدد السفرات أو مدة اللي قضيتها خارج أمريكا، عدم وجود محكوميات و كلها موجودة على الموقع. بتملئ هاي الاستمارة، بعدها بدرسوا الموضوع وبيجيك رسالة من إدارة الهجرة والمواطنة بموعد الاختبار. إجتك هاي الرسالة، تبدأ أنت تدرس للاختبار. إحنا عملنا من حلقة 1 لحلقة 9 الأسئلة وفسرناها بالعربي ووضحنا لكم إياها عشان تقدروا تدرسوا عليها بكل سهولة. إذا مش عارفين وين تجدوها بتروحوا على كنار تي في لايف، كلمة واحدة كنار تي في لايف، وموجودة أسفل الشاشة الرابط تبعها على اليوتيوب. تدخلوا على اليوتيوب بتلاقوا فوق في الأعلى بلاي ليست، تدخلوا على اختبار الجنسية الأمريكية بتلاقوا كل الحلقات موجودة في هذا البلاي ليست. إذا بتكون أنت محضر للاختبار، يومة الاختبار قبلها بليلة بدك تنام كويس وتريح أعصابك وتعرف تعمل سيرتش على الإنترنت مكان الاختبار، المدة اللي بتحتاجها للوصول سواء بالسيارة أو بالباص، إذا في باركينج غاد ولا لا، قديش سعر الباركينج، بعده عن مكان الاختبار، وكل هاي الأمور عشان تكون على علم ما يكون عندك مفاجآت. طبعا قبل ما تطلع من المنزل لازم تحضر معك كل الأوراق الثبوتية اللي طلبوها منك، ومنها الـ PR أو الجرين كارد في أمريكا، الجرين كارد، ورقة الدعوة للامتحان، الرسالة اللي إجتك، جميع جوازات السفر اللي دخلت أول من أول جواز سفر دخلت فيه على أمريكا لآخر جواز سفر عندك، إذا عندك أي لا سمح الله مخالفات أو حكم أو هاي كل الأوراق بطلبوها منك، برضو رخصة القيادة عشان تثبت هويتك، ويعني تقريبا هاي الأوراق. ممكن يطلبوا أوراق ثانية ثبوتية بتجيبها معك حسب الورقة اللي إجتك لتحديد موعد الاختبار. هاي الأوراق ما تنساها بالسيارة، لأنه خروجك من المبنى وعودتك لإله قد تحتاج منك نصف ساعة على الأقل في سيكوريتي حنحكي عنها. الآن تيجي على المبنى، تدخل على مبنى الاختبار، رح يكون في بوليس سيكوريتي زي كأنك داخل على المطار، رح يطلب منك تخلع كل الملابس الحديدية، مثلا إذا في عندك إشي حديدي، الحزام، ممكن الحذاء، وتدخل ما معك من شنطة أو أشياء زي هيك أو موبايل عن طريق الاسكانر زي اللي بتشوفوهم في المطار أو في المباني الحكومية. بس تخلص، عشان هيك التفتيش إذا في دور رح يأخذ وقت، فلازم توصل أقل إشي بنصف ساعة لهذا المكان عشان ما تضيع على حالك موعد الاختبار. بس تدخل وتخلص كل إشي بتروح على مكتب الامتحانات أو مكتب الاختبارات، بتقابل الأوفيسر غاد في شباك للاستقبال، رح يفحص أوراقك إذا مطابقة للتاريخ تبع الاختبار، رح يشوف الأوراق كلها ورح يقول لك انتظر في غرفة الانتظار. تجلس في غرفة الانتظار، بينادوا على اسمك، ما تسهر، ما تلعب في الموبايل، ما تقعد تسمع أغاني، لأنه إذا نادوا اسمك أكثر من مرة وإنت ما رديت ممكن يلغوا الاختبار تبعك ولازم تحدد موعد آخر. بدي شوية تنتبهوا هون لموضوع اللفظ تبع اسمك، يعني ما أتوقع أنه هاي مشكلة، لكن مثلا خالد بالخاء ما بلفظوا خالد، فيمكن بلفظوا كاليد أو كاليد أو يعني إشي زي هيك، فانتبه على اللفظ تبع اسمك. عادة ما حدا بغلط في اسمه بالسماع، لكن برضو هاي شغلة مهمة ننتبه عليها.
في سؤال عم تحكوا عن الجنسية الأمريكية وإحنا بكندا، هذا سؤال مهم يا هلا، شكرا لك. إحنا عملنا عن الجنسية الكندية سلسلة كاملة، وهاي لأخواننا اللي في أمريكا، فإحنا فدنا أهل كندا وإن شاء الله حنفيد أهل أمريكا، وإذا طلبوا منا أهل أستراليا حنعمل لهم من العين هاي قبل العين هاي عشان الكل يستفيد إن شاء الله. خلصنا الموضوع. الآن بتقول لك الأوفيسر تفضل معاي على غرفة الامتحان. غرفة الامتحان بتكون أنت والأوفيسر، نادرا ما يخلوك تدخل حدا معك مرافق، مثلا إذا في عندك ترانسليتر مترجم تحتاجه في حالات قصوى يمكن يوافقوا عليها، لكن عادة بتكون أنت والأوفيسر. أول ما تدخل الغرفة ما تقعد، أوكي؟ الأوفيسر راح تقول لك do not sit down، لا تقعد. راح تطلب منك الموظفة، راح أول شيء تعرف بحالها، اسمي كذا كذا كذا، أنا وظيفتي كذا، بتشرح لك ما ستقوم به. بعد ما تخلص بتقول لك ترفع إيدك اليمين، أنتوا شايفينها شمال لأنه معكوسة، بس هي بتقول لك ترفع إيدك اليمين وتقسم وراها، بتقول لك في قسم إنه do you promise to tell the truth and nothing but the truth so help you God، بتقول لها yes، يعني هل تقسم بأنك تقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة فليساعدني ربي، بتقول لها نعم وبتخلص الموضوع، بتقول لك now sit down. فهو هذا قسم عادة بنشوفه إحنا كتير في الأفلام لما بكونوا في المحاكم، هو بطلب منهم بشكل عام إنه يقسموا إنهم لن يقولوا غير الحقيقة، وهذا طبعا إشي طبيعي عشان ما تكذب. وأنا بنحكيها دائما لا تكذب على الأوفيسر في أي مكان، سواء في كندا في أمريكا في أي مكان في العالم، لا تكذب على الموظف الحكومي. موظف الحكومة هدفه مساعدتك، ولكن لما يشعر أنك بتكذب أو يعرف أنك بتكذب ممكن نحط عليك بلاك، تحطوك في البلاك تشيك بلاك ليست، وهذه طبعا ليست بالجيدة لأي شخص. الآن بعد ما جلست راح يبدأ يسألك شوية أسئلة بسيطة عن حالك، اسمك بشكل عام. أول شغلة ممكن يسويها اللي هي الآن الترتيب مش ضروري، ممكن يبدأ بمراجعة الابليكيشن اللي انت سويته. بالمراجعة هاي بيسألك اسمك، مكان الميلاد، تاريخ الميلاد، العنوان، الحالة الاجتماعية اذا تغيرت ما تغيرت، ممكن يطلب منك اوراق تثبت حالتك الاجتماعية، متزوج، مطلق، اعزب. ممكن يسألك اسئلة، كم غبت عن أمريكا خلال السنوات الماضية، أول مرة دخلت أمريكا من أي مكان ومن أي مطار. ممكن يسألك إذا أنت منتمي إلى جماعات إرهابية أو عمرك فكرت تعمل عمل إرهابي، الجواب طبعا راح يكون نو. ممكن يسألك هل سجلت للتصويت رسميا في الانتخابات الأمريكية سواء الفيدرالية أو الولايات، راح كن نو لأنك لا يحق لك ذلك. بقول لك هل صوتت وليس فقط سجلت، هل صوتت بأي شكل من الأشكال سواء تحل شخصية آخر أو صوتت من غلط، مفروض تحكي نو لأنه هذا الجواب الصحيح والقانوني لأنه لا يحق لك التصويت إذا لم تكن أمريكيا. ممكن يسألك هل أنت موافق مع الدستور الأمريكي وستتبع ما جاء فيه، فرح تقول يس. ممكن يسألك هل أنت مستعد لحمل السلاح من أجل الدفاع عن أمريكا إذا حدث أي شيء واحتاجتك أمريكا، راح تقول طبعا نعم. راح يسألك هل لديك أي مشاكل قانونية، أي حكم قضائي، مفروض لا، أماكن إذا عندك لازم تورجيه هذا الشيء. هل تخلفت عن دفع الضريبة سواء الفيدرالية أو ضريبة الستيتس تبعتك، مفروض تكون لا. هل عليك أي مبالغ لم تدفع للضريبة سواء في الضريبة الفيدرالية أو ضريبة الولاية، مفروض يكون الجواب لا. من هالأسئلة بس يخلص الريفيو تبع الأسئلة بسيطة يعني، بس يخلص الريفيو تبع الابليكيشن، رح يطلب منك توقع على الصورة اللي انت مقدمها بالخلف وتوقع على الابليكيشن وتحط اسمك والتاريخ، هيك بكون هو انهى معك دراسة الابليكيشن.
الآن بده يجيك على الامتحان. الامتحان بنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول أسئلة الكتابة بدك تكتب، القسم الثاني أسئلة القراءة بدك تقرأ، والقسم الثالث أسئلة المدنية اللي حكينا عنها وحنحكي عنها بالتفصيل. خلينا نحكي عن الأول، مش شرط الترتيب ده، ممكن يكونوا آخر إشي ممكن يكون أول إشي. أسئلة الكتابة راح يطلب منك، يعطيك ورقة بيضة وقلم، وراح يطلب منك تكتب جملة، راح يحكي لك جملة مثال citizen can vote in the United States of America، بدك تكتب هاي الجملة. أوكي؟ الآن إذا كتبتها خطأ أو مثلاً the last president of the United States was Trump، أوكي؟ مثال، رح يعطيك ثلاث محاولات بحيث أنك تكتب الجمل. إذا كتبت أول واحدة صح خلاص حيخلق لك أوكي ممتاز، بس إذا كتبتها غلط حيعطيك المحاولة الثانية والمحاولة الثالثة. عادة يعني إحنا بنسميها بالعربي إملاء، أوكي؟ بمليك تكتب جملة. عادة زي ما حكينا الجملة قصيرة وبسيطة وسهلة وستريت فورورد، يعني ما فيها لف ودوران، مش هيعطيك كلمات ومصطلحات علمية أو مصطلحات معقدة. القسم الثاني اللي هو القراءة هيعطيك برضو ثلاث جمل، وراح يطلب منك تقرأ واحدة منهم أو تنتين منهم أو ثلاثة، وبدي يشوف البرونونسيشن. هلأ في الفترة الأولى اللي هي كان يراجع معك الابليكيشن، كانت هاي المراجعة برضو عشان يشوفك في الليسنينج والسبوكين، كيف انت بتحكي وكيف بتسمع. فهون بكمل معك في موضوع القراءة، بشوفك تعرف تقرأ الجمل ولا لا. طبعا الأشخاص اللي ما بيعرفوا يقرأوا، كبار السن و هذول لهم استثناءات ينظر بها من قبل القسم، احنا بنحكي على الأغلبية العظمى. ثم يأتي الآن موضوع الأسئلة المدنية. الأسئلة المدنية بتكون احنا عادة زي ما حكينا سابقا كان الاختبار هذا عبارة عن 100 سؤال بسألك منهم 6، بعدين غيروا في ديسمبر 2020 القانون وعدنا كل البرنامج عشان عيون مشاهدينا. فالآن الموضوع في 128 سؤال، 128 سؤال لازم يسألك، بسألك ماكسيموم 20 سؤال، ولكن إذا لازم تجاوب صح على 12 سؤال، بما معناه إذا أنت جاوبت صح على أول 12 سؤال أنت ناجح، ما بكمل. يعني أول 12 سؤال إذا جاوبتهم صح بتنجح، إذا جاوبت واحد غلط بعطيك السؤال 13، إذا جاوبت اثنين غلط بعطيك 14 إلى 20. زي ما حكينا هذه الأسئلة مهم جدا إنك تقرأها، كلها موجودة على كنار تي في لايف على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ممكن ترجعوا لحلقاتها من 1 إلى 9. الآن بعد ما تخلص طبعا كل سؤال راح يقول لك you're right or you're wrong، فأنت عارف وين جواب صح وين جواب غلط. الأسئلة مهمة جدا، أنا هحكي بعض الأسئلة المهمة اللي حنركز عليها. طبعا بالنهاية بقول لك مبروك أنت نجحت واجتزت الاختبار هذا، أو بقول لك للأسف أنت ما نجحت. إذا لا سمح الله ما نجحت بقول لك لازم تطلع برا وتحدد موعد تاني، أو هم بحد ببعثوا لك بالبريد عادة خلال شهر. وإذا لا سمح الله في المرة التانية ما نجحت لازم تعيد الابليكيشن بعد سنة من الابليكيشن الأول، فعشان هيك لازم تدرسه كويس وتدفع الفيز مرة تانية وتنتظر مرة ثانية. أوكي؟ فبعطوك مرتين تختبر، إذا لا سمح الله رسبت في المرتين بدك تعيد كل الابليكيشن مرة ثانية. إذا نجحت بسألك سؤال مهم، إذا أنت حابب تغير اسمك، إذا مش حابب تغير اسمك بتقول له no everything is okay خلاص done. بأخذ ساعتها في عندك حالتين هون، يا إما ساعتها بقول لك انتظرنا عشان السيرموني، أو بقول لك روح على البيت ونبعث لك رسالة عشان السيرموني أو القسم اللي بتقدم فيه القسم وتصير أمريكي. إلى الآن أنت لست أمريكي. معظم الحالات بطلع بقول لك اطلع برا
خلينا ننتظر لما نخلص الامتحانات، ممكن تستنى ساعة، ساعة ونص، ساعتين، لما يجمعوا عدد معين من الناس بيقولوا لهم يدخلوا على قاعة معينة، بيطلع موظف من الاميجريشنز بيطلب من الجميع انهم يقفوا يرفعوا يدهم اليمين زي المرة الأولى، وبتقسم قسم الولاء. طبعا أول شيء بنشدوا النشيد الوطني الأمريكي، بأخذوا منك الجرين كارد أول ما تدخل، بعدين عفوا أنا ما حكيتها، أول ما تدخل بأخذوا منك الجرين كارد لأنك خلص رح تصير أمريكي في هاي الفترة. بعدين بنشدوا النشيد الوطني، بعدين بأدوا القسم اللي هي بتقسم فيها ولائك للولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها بنادوا على واحد واحد وبسلموا السيرتيفيكيت تبعت السيتيزنشيب. وفي هذا الوقت لما بتستلم السيرتيفيكيت بتصير انت اوفيشلي امريكان سيتيزن، يحق لك الحصول على جواز السفر، عليك واجبات الامريكي ولك حقوق المواطن الامريكي بشكل عام. اوكي، فهذا هو الموضوع اللي بيصير بشكل عام في موضوع السيتيزنشيب ابليكيشن. الموضوع مش صعب جدا. في بعض الاسئله اللي انا حابب بس اركز عليها، في سؤال مهم جدا وهو كم عدد المرات اللي خضع الدستور فيها للتعديل اللي هو الاماندمنت، تتذكروه كانت اول حلقه اي ثينك حكينا عن الموضوع، راجعوا الحلقه، بديش احكي لكم الاجوبه، لكن هذا سؤال مهم. كم مره عدل فيها الدستور الامريكي؟ How many amendments happened in the United States constitutions؟ بعدين في اسئله ثانيه بتقول ما هي الأشياء اللي انشهر فيها بنجامين فرانكلين؟ بنجامين فرانكلين برضو حكينا عن هذا السؤال. من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى؟ أوكي، ذكرتوه، حرف الراء ببدأ، اسمه ببدأ بحرف الإف بس اسم العيلة بحرف الراء. anyway ناشن هذا. ما هي العبارة التي تصف سيادة القانون بشكل صحيح؟ هذه من الشغلات. طبعا طبقا للقانون أي من هذه السلطات لا تمتلكها الحكومة الفيدرالية، ويمكن يعطيك شوية أسئلة أو شوية استفسار. مدة انتخاب السيناتور الأمريكي، مدة انتخاب الريبريزنتيف الأمريكي، ما هي المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هاي الأسئلة. كم عدد النواب في مجلس النواب، كم عدد السيناتورات في مجلس السيناتورات، أو عدد الأصوات في هذا المجلس. متى كتب الدستور الأمريكي؟ ما هو التاريخ اللي بتحتفل فيه أمريكا اللي هو بسموه الاندبندنت دايز أو تاريخ الاستقلال؟ فكل هاي الأسئلة أسئلة مهمة. 128 سؤال مهم لازم تحفظهم وتقرأهم وتفهمهم، وإحنا شرحناهم بشرح كامل ووافي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقات. أجين مرة تانية بشكركم. هذه كانت آخر حلقة في موضوع الجنسية الأمريكية. عشان تراجعوا كل الحلقات كلها بما فيها هاي الحلقة هتكون على كنار تي في لايف موجودة تحت، وإن شاء الله تستفيدوا منها. وسلام للجميع.